عبد القادر منطقه بريد وسط وشمال. احنا النهارده واقفين وقفه احتجاجيه سلميه عند نقابه الصحفيين عشان خاطر احنا لينا مطالب، وبقالنا 23 يوم في اضراب، وتجاهل تام من رئيس الهيئه اشرف جمال الدين، وتجاهل من الوزير. عملنا معاه 3 اجتماعات، والثلاث اجتماعات مع الوزير اجتماعات فاشله، لان الوزير اصبح غير قادر على حل الازمه، واحنا بنطالب باقاله الوزير واقاله اشرف جمال الدين لانهم قعدوا معانا وما حلوش الازمه. لما يكون وزيره مش قادر يحل ازمه بقاله 23 يوم يبقى لا يصلح ان يكون وزير ولا يصلح ان هو يدير ازمه، لان دي حكومه عواجيز وحكومه مش قادره تستوعب ان بقى في ثوره وفي حقوق للناس ولازم ناخد حقنا. احنا هيئتنا بتشتغل في 124 مليار، تخيل حضرتك احنا 124 مليار حجم الاستثمارات البريد. اي نعم هم ايرادات المودعين، ولكن انا باخد ايراد المودعين علشان اعمل بيه عشان اشغله وادي ارباح للمودعين وادي الموظفين بتاعتي ارباح. دلوقتي النهارده 124 مليار وبيقول انا بخسر. انا عايز اعرف المسؤول المالي احمد فتح الله يطلع على اي قناه ويعلن انا بخسر ليه؟ اللي داير المحفظه الماليه 46 محفظه ماليه كلهم خسرانين، واللي دايرهم احمد فتح الله. ما سبب وجود احمد فتح الله لسنوات كتيره؟ يعني بقاله كتير احمد فتح الله معانا فوق العشر سنين مش عارفين هو موجود ليه؟ الهيئه بتخسر ليه؟ احنا عايزين سؤال على كل الكلام ده. وجود احمد فتح الله سبب خساره البريد، البريد ما بيخسرش، البريد بيكسب. 123 مليار 124 مليار حجم استثمارات البريد، حد يطلع يقول لي بنخسر ليه؟ انا لو شغال في طعميه، لو شغال في فول، لو شغال في اي حاجه مش هينفع اخسر الخساره دي. انا بشتغل بفلوس، يعني بيزنس از بيزنس، فلوس قدام فلوس، ازاي اخسر وانا حجم ايرادي 124 مليار؟ انا عايز حد يكون في الاستثمار يعني صح، مستثمرين يطلعوا يقولوا لنا 124 مليار يعملوا كام في السنه عشان يكذب بيها احمد فتح الله، لان احمد فتح الله هو سبب خساره الهيئه. احمد فتح الله بيقدم ميزانيه فاسده، بيقدم في ميزانيه مزوره، ولذلك بيقولوا احنا خسرانين. احنا مش خسرانين، البريد له حقوق، والمطالبنا اول المطالب اقاله اشرف جمال الدين 50% حد 50% على طبيعه اداء العمل، حبس طبيعه اداء العمل، و7% علاوه دوريه، وارباح الاتصالات، ارباح الهيئه تما. ما بنتكلمش على ارباح الاتصالات، احنا شغالين في كذا حاجه، شغالين 46 محفظه ماليه منها ارباح الاتصالات. انا عايز النهارده 46 محفظه ماليه حد يقول لي احنا خسرانينهم ليه؟ بعد كده احنا عندنا مطالب، زائد ان احنا اعتصمنا اكتر من 11 يوم، رئيس الهيئه بيحولنا النيابات الاداريه. المفروض ايام الاضراب ايام عمل فعليه واتاخدت قبل كده وقانونيتها مظبوطه، واحنا ما بنشتغلش غلط. احنا بندور على حق الموظفين، بدور على الجنيه اللي ليا والزميل اللي في اسوان وفي اسكندريه وفي دمنهور وفي كل المحافظات. انا موجود هنا بمثل كل زمايلي، انا النهارده موجود بطالب بحق كل زمايلي. واذا كان في ظلم في البلد لازم حكومه العواجيز تعرف ان في ثوره حقيقيه في البلد، وتعرف ان في ناس لازم تاخد حقها. انا ما باخدش حاجه من الدوله، انا هيئه مستقله، هيئه استثماريه، بشتغل في 124 مليار. عايز حد يطلع يقول لي 124 مليار يخسروا ازاي؟ شكرا. في فرق في التعامل ما بين حكومه الببلاوي وحكومه محلب؟ لسه لغايه دلوقتي ما فيش اي تعامل، بدليل ان احنا في حكومه الببلاوي اعتصمنا تقريبا، كان اعتصامنا حوالي 8 ايام. دخلت حكومه محلب ولسه مصرين على الاعتصام لان مفيش مطالب. الدكتور ببلاوي لسه ما عملش اي حاجه، لسه ما نزلش للناس. بعتنا استغاثه لوزير الداخليه، وبعتنا استغاثه للدكتور محلب رئيس الوزراء، وبعتنا استغاثه للامن العام، مفيش حد رد علينا خالص. احنا مهمشين كعمال البريد ومضربين، لسه مضربين لغايه دلوقتي. والاضراب النهارده وصل 24 محافظه، ولا يتحرك سكينه للسيد رئيس مجلس الاداره والسيد معالي الوزير. السيد معالي الوزير اللي زعل مني في الاجتماع عشان قلت سياده الوزير بس، هم 10 الشمشرجيه فاكرين ان احنا لازم نقول سياده معالي الوزير. طبعا احنا ما بنقولش الكلام ده، احنا بنحترمهم ولكن يدونا حقنا. شكرا.